جزيلا. طبعا حبيت شيء انه لفظ اسمي صح، دكتور سيف جنان وليس جنان. والدي من الموصل، فجنان بالموصل اسم مذكر يعني اسم ولد. عن جد ترسموني؟ اوكي خشمي اصغر. فجنان اسم ولد بالموصل مو اسم بنيه، وجنان بنيه لان جنان جمع جنه، وجنان هو القلب والعزيمه. فما احكي لكم ابويا المسكين متعقد من اسمه، لان وين الجنان؟ وينها جنان؟ يابا جنان جنان. المهم من اجى البغداد طبعا بالموصل كان سهل، فقرر يسميني اسم اني ابن البكر، ما بي سيف، ما بي مجال، ما بي تفاهم، يعني ما بي منا ومنا. متشرف جدا 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 لحضوري في وسطكم، واحبكم يا اروع واغلى ناس. اعتذر عن المره السابقه، كان مفروض احضر بس ظرف قاهر بمرض خطير صار، فاعتذر جدا. كلش كلش انحني اعتذارا وخجلا امام الجميع. متشرف لحضوري دكتور سمير، شكرا لاروع واجمل ناس. العام سال السؤال من جهه للمحاضره، راح اعيده للسؤال، كم واحد متابعني والبقيه طلعوا برا. تعلمتوا هسه انتم، اكو ايتين من رفعت لقديش ليش جايين. طيب سعيد انه اكون اليوم في هذه الجامعه الرائعه المميزه، كنت داحش ويا الدكتور الصبح. للامانه ريفان مخرجي اعتذرنا عن ما يقارب 90 كليه هاي السنه، لان كان كثير عندي تصوير. فبس هاي الكليه بصدق اتكلم بصدق، يعني حبيتكم من جيت الاسلوب، التنظيم، الترتيب، الناس، انتم الطلبه الاساتذه المحترمين، فكلش هاي تعني لي، هذا المكان يعني لي واني احبه واتكلم بصدق. محاضرتنا اليوم راح تكون عن طبعا عن المخدرات، لكن انا راح اتكلم من جانب نفسي، من اختصاصي كباحث نفسي، فما راح تكون دايركتلي ما هي المخدرات والكبسله وما بتفعل بك طبيا وتهلوس وغيرها. لا، راح اتكلم عن ليش الشاب او الشابه بشكل عام يتوجه الى بشكل خاص وبشكل عام الانسان يتوجه الى المخدرات. يعني ليش، شنو الشيء اللي يخلينا احنا بس نسمع مخدرات كانه في شيء يعني صعب، وشلون الناس تشربها، وشلون تاخذ، يعني معقوله؟ هاي نشوفها بالافلام المصريه، بس من شخص يتناول المخدرات يعني شيء عادي. طيب ليش يتوجه الشخص للمخدرات؟ انا راح احتاج مي ريفان. تمام. في عقل الانسان، انا دول يرسمون، ترى احبكم دعتي يسووني حلو. ها شنو؟ حلو اوكي. المخدرات، لماذا الانسان يتوجه الى المخدرات؟ بعض العقل البشري او الدماغ البشري مبرمج بطريقه انه دائما يفكر بالأسوأ ويتوقع الأسوأ من الحياه. يعني دماغنا ما يتنبأ الافضل، ما يريد الاحسن، يعني دائما يتنبأ انه راح يصير شيء سيء. وراح ننطي هسه ادله نثبت هذا الموضوع. بعض طلبة دي يفوتون يلا عني. ليش دماغنا يتنبأ الأسوأ؟ طبعا هاي ميكانيكية وضعها الله فينا للحماية. سابقا خلي أنزل، سابقا كان الإنسان يعني تعرفون هو يصيد ويأكل ويعيشون في بيوت من الخيم وما أعرف شنو، ويصادون حيوانات ويأكلون. فوضع فينا هذا الحذر، ودائما نتوقع أن كل شيء راح يصير أسوأ. حتى الإنسان يسموها survival mechanism أو ميكانيكية البقاء على الحياة. يعني مثلا هم قاعدين بالخيمة وهجم عليهم مثلا أسد، فلازم يعني أبو الخيمة ياخذ الأولاد ماله ويشردون، لأسد شيء خطر أو صار حريق، فحتى ياخذ العائلة ويفلتون. أو مثلا الأم وضعت فيها حتى الابن بس يبكي بالليل رأسا هي أول واحد يقعد، والأب ما شاء الله، والأم رأسا أول من يفز ويقعد وين هذا الطفل. يعني هاي وضعت فينا من الله لإنقاذ نفسنا وللبقاء على الحياة. هذه الحذر من الطبيعة، الحذر من الناس، الحذر من الآخرين، الحذر من الحيوان، الحذر من كل شيء. لذلك يعني من يمشي الحياة قد حلوة الحياة، خبل حبيبي واحد يشاء لك سكينة حبيبي، بس دعتي لا هنا أتأذى هنا فلا زحمة. احنا وضعت فينا للبقاء، لكن مع الأسف دا نستخدمها خطأ، أو بسبب الظروف ودها تمر بينا بحياتنا تخلينا نستخدمها خطأ. راح ننطي بعض الأدلة عن أكو هاي الإيكو عادي أستاذنا الكريم. أوكي، أكو بعض الأدلة على أنه دماغنا يتنبأ الأسوأ دائما. راح تقول لا دكتور أنا متفائل، ما لها علاقة متفائل ومتشائم، أنا إنسان متفائل جدا، لكن هاي موجودة فيها في مكان ما في دماغي هنا موجودة، ماكو علاقة بين متفائل ومتشائم. كلتنا نظن أنه الأسوأ سوف يحدث من الظرف.
نبدي ننطي أدلة. المي وينه؟ أوكي. الدليل الأول، خمس نقاط دائما تظن إنه إحنا نفكر بالناس اللي نحبهم إنه هم ميتين. عشان عش دخل الدكتور سيف هاس صدق تنام كلام تنمية هذا عش دخلني. أوكي طبعا بالمناسبة أتكلم به وليس كلام تنمية، أتكلم به وعلم نفس، بس صار أكو ميكس بمواقع التواصل الاجتماعي. يعني أنا أتكلم عن الانر هيلينج، شفاء الداخلي، والكونسلينج المشهورة اللي ماخذ بيها شهادة، وليس في التنمية الهيومن ديفلوبمنت، هاي أصلا ما ماخذ بيها ولا دورة. أوكي نرجع. أولا الإنسان يتنبأ الأسوأ. كم شخص من كبار السن من كانوا صغار والشباب هسه الحلوين سيفكروا لي، مثلا أنت قاعد بالبيت وتدخل على والدتك أو والدك، منو أعز إنسان بحياتك؟ والدتي. والد منو أعز إنسان؟ والدتي. منو أعز إنسان؟ أمي أبوي. بس الآباء المساكين اللي ما حد معبرهم، منو أعز إنسان بحياتك؟ أبوي. حلو. وأخيرا منو أعز إنسان بحياتك؟ أمك. حلو. أخونا منو أعز إنسان بحياتك؟ الوالدة. الوالدة، الله يحفظ أمهاتكم ويرحم من توفى منهن. أوكي كم واحد مسويها في حياته هاي الموضوع؟ انه ادخل امي نايمة فادخل. كافي كافي ادخل هيجي واتأكد هي تتنفس لو لا، يكون ديهز راسه. طبعا اشوف هذا الغطاء، هي متغطاية مثلا الوالدة، فاباوع على صدره ادخل الغرفة. طبعا تروح تقول دي يصعد الغطاء عليها لو لا. كم واحد الباقي طلعوا برا مسوي انا والواحد؟ طبعا الناس قالوا هاي ما عبالي بالثاني. تعرفون احنا طبعا المتزوجين يسووها مع اولادهم، واحنا نسويها مع اهالينا. او منو متزوج بالقاعه؟ الحمد لله. متزوج؟ تراقب زوجتك هيك نايمه ولا عافيه محب. فندخل على هيجي طبعا خش امي خاف ماتت، خاف. أنا قلت لها البارحة لتاكلينها وهي عندها ضغط وأكلت حمص ولبلبي بملح زايد، هاي انجلطت أمي، مفكر هيك لو لا؟ فأنا راح أدخل خاف انجلطت وخاف ماتت. مبارحة أبويا غثها غثة وتعاركة وبالليل أكيد ارتفع ضغطها، فأنا تدخل حتى لا تقعدها لأمك وتباوع على صدرها ده يصعد وينزل لو لا؟ أكو بعض الشباب محظوظين لأن أمهم شو تسوي؟ قاعدة يزين الحمد لله. أوكي ما بيها شيء. أنا يزين ما بيها. صادفتنا لو لا صح؟ تمام. أوكي مي خليكم أرأسوني. شاكر فضلك حبيبي الله يحفظك إلي. هذا أول دليل. إذن دماغنا يتوقع الأسوأ، دائما نتوقع أن من نحبهم قد ماتوا مع انه ماكو اي دليل علمي، لكن دماغك يعطيك دليل. ممكن اكلت مالح، ممكن احد غثها، ممكن احد ضوجها، ممكن من نامت ليش تاخرت بالنوم. امي يوميه تقعد بسبعة الصبح ساعه 9 ونص لحد الان ما قاعده، خلي اروح اطمن اشوف ليش امي وتطلع تتنفس. هاي نجبيه حجبيه شنو يا لبلبي يا حمص يا بغل. ويجوز جو شكرا يا رب لان امي بعدها حيه. صح صح صح. حلو اول دليل. ثاني دليل انه احنا بعدنا نتوقع الاسوأ ونظن ان من نحبهم مات، نفس الوالدة اللي تحبها جدا او الوالد. دخلوا ياخذون حمام، الاساتذة سدوا اذانكم بيني وبين الطلبة، ده تاخذ حمام ده تاخذ دوش، ولو ماكو دوش كلها بالطاسة المهم ده تاخذ دوش شاور. والوالدة متعودين مثلا تطول بالشاور 10 دقائق لان عندها شغل البيت هوسه، ما تطول نوم فيها نفوت ساعة وساعتين ونغني واهواك وحبيبي وهاي السوالف. اوكي شو الوالدة يعني ست الحبايب صار لها نص ساعة بالحمام، فعش راح نفكر خاف ماتت بالحمام ليش نص ساعة؟ فش نيجي على باب الحمام دارد اسمع تش ماكو صوت، هاي بس لا ليش ماتت امي؟ خاف نفسها الحمص اللبلبي مال البارحه اللي اكلتها هسه رفع ضغطها
تذكري قالي من سبحت قبلها اكو هاي وصلت صابونه صغيره دبيتها هاي زحلقت ووقعت على حافه البانيو اللي ابويا ما مصلحها وماتت اخ يا ابويا. فاني اجي اتقرب اتنصب. كم واحد مسويها؟ ما شاء الله الكل. ايش قد عيب اكو واحد يجي يسوي بامه؟ مو عيب؟ فنيجي اشوف هي تسبح بعدها اكو واحد بالحمام شو تاخرت شو طولت كيف انت تبينها؟ خصوصا بالشتاء يلا فد صابونه فد ليفه فد غني يا يوم هاي اخاف الزحل زين ادق الباب زين اكو ناس شو تفكر؟ طبعا هاي اذا اقراها بكتاب خربت من الضحك، اكو ناس شو تفكر؟ تقول ادق الباب لا شو عيب شو ادق الباب الام تستعيط علي فش زين سؤالي فيما لو كانت امي اساتذه بسبب اذانكم دعتي خاف الزحمه قلت وقعت انا اقدر ادخل عليها؟ يعني زحمه زين شلون؟ يعني عيب بس لا اذا ماتت لازم انقذها يلا عادي من كنت صغير هي شايفه كل شيء وشايفه العلاقه هي كلها مو مشكله مو عيب اني ابنها خلي ادخل عليها بس لا بس يعني شفت وفجاه نبع الحنان هاي من فتح الماء الحار بدها اسبح فانت اشكرك يا رب امي بعدها حيه هاي شبيه هاي شو تدخل هاي شبيه سويتها؟ كلنا مسويها اوكي دليل اخر انه دمان يتوقع الاسوء تخيلوا يعني مو نتوقع مثلا لو اصبعها او تاذى دماغنا مبرمج نفسيا يعني انه يتوقع الاسوء حتى نستمر بالحياه حتى نخاف من النار والرعد والفيضان والغرق والاسد والمفترس والسلاح والهجوم والمعتدي يجب ان نخاف موجوده في عقلنا حتى الجسم يسموه flight or fight يعني يا اما اهجم يا اما اهرب هاي ميكانيكيه عقليه حتى يستمر الانسان بالبقاء وهاي ما موجوده عند الاطفال شايفين الطفل من يجي وينشوي بالصوبة او شيء يريد يجرب من يكبر ويبدي هاي البرمجات السلبيه ويتشبع يلا يصير مثلنا يخاف لكن اول ما يجي يريد يكتشف الحياه الدليل الثالث على انه الانسان يتوقع من يحبهم قد ماتوا لا سمح الله على كل انسان تحبوه طول العمر الا هسه بالعكس شلونك علي هسه انت طالع ويا مثلا علي شلونك علي اخبارك طبعا علي طالع كيك اليوم بالقاف فعلي كان يمي فاجى ريفان علينا فعاتني الشباب ريفان وهوشيار الابطال لابسين هاي كاجوال لان يصورون فما يقدرون ميت بالستره فعلي لابس قاف فطلع ريفان قال له هاي شنو تعبت بصدر مكان الدكتور اليوم طالع التحلى فالشيء الثالث انت طالع من البيت بهالشيء انت رحت طلعت من البيت شلون الابطال شو شباب اروع الناس انت طالع من البيت وعلي ماخذك للمول لا ترقل علي ترقل عفية عليك منو يرقل جاك المادري منو يا تارك المادري شنو اوكي اسمك ايه شو اسمك مهتدى اوكي عادي مهتدى ما تزعل انت روحك رياضية اوكي مهتدى اوكي مهتدى ما اخذك مطلعك ده تروحون تأرجلون بها شيء وتليفونك خلص شحن اوكي امك ايش راح تقول امك دقت عليك بالخمسة هي صار مو من تجي انا اسف دقلت صوتي انزين امي ما موجوده اليوم ويانا اوكي امك دقت وش طلع التليفون طلع مغلق ايش راح تفكر راح زين شيرش يا ابويا راح أنا قلت لك هذا شعرك راح يقتلوك من وراء قلت لك غير تسريحتك راح يقتلوك من وراء شعرك بشوف أبوك أقرع شحلاته المهم التأثر ما تبصر وسوي التبولة وما أدري شنو ورا نص ساعة دق على مهتدى ودقيته هم مغلق لا ها هي عصابة أخذوه خلص راح مهتدى ربيته 22 سنة راح خلص هاي ما أبو مهتدى قالوا عيني هاي ما تبنك راح خلص هذه انصب التشادر خلصنا
راح مو ما من يجاوب ما عاد قلت له ورا شعره قلت له هاي بنطلون الضيق اللي هنا لابسه عرفت راح قلت له فيديو يعني 100 مرة قلت له صح كم واحد أمه عبالها انكتل لو انذبح لو انخطف لو طار لو طيروا بس تليفونك كان مغلق أو تأخرتي نص ساعة لي أنا لخط عصب بازدحام عظيم صح؟ صح؟ أوكي فأبو مهتدى ظل باله فدق هم أيضا تليفون مغلق يا أبو يا معه شنو؟ المهم مرتدى الصورة شوفوني وآني ها أشوفك شرح يصير لك أمك وأبوك أوكي المهم بعدين شحن لقى التليفون شحن وفتح التليفون فإجاء إشعار تليفون من منو؟ من أمه تستوى طال تليفون فطبعا مهتدى قاعد عادي مهتدى ويا علي ويا جروب فأمه دقت طبعا قصدي قاعد ايوه ايه اوكي اوكي نصيف امي امسك تريد ما ادري تريد مصرف ها يوم حبيبتي ايه لا 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 اسف مهتدى بعدين دق منو ابوه مهتدى ايش راح يفكر اشيله التليفون هي واحد من الاثنين اذا رفعت التليفون جوز بعد ما اقدر اشوف وجهي هنا واذا ما شفت رفعت التليفون بعد انقز يعني جوز ما بات اصلا بالبيت فايش راح اسوي خلي ارفع التليفون يرفع الو ابوي يقول له بس اربع كلمات تعال ارجع للبيت موت يقوم ريحة أرقيلة شباب عطر غسل وجهي بداعتي يلا شباب مع السلامة بقي بحر مو ما تجون داعتي بلغوا الكل على الفاتحة مع السلامة أحلى تحية المهتدى تحية سؤال يفكرون أهالينا هيك لو لا يتوقعون الأسوأ لو لا يظنون بس انطفى تليفونك أو تأخرت شوية أو شوية طولت أو أنه وقع الأسوأ بيك أو لا الكل ياباني وامريكي وهندي وصيني وعربي الكل يتنبأ بالأسود حتى بالأسوأ حتى الإنجليز من كثرة تشاؤمهم وضعوا مثل no news good news يعني من ماكو أخبار من شخص يعني أخبار زينة مو معناته أشياء زينة شينة لأن الناس كانت يخاف الكل يتوقع الأسوأ لأن دماغنا هيجي مبرمج هاي مقدمة دا أدخل حتى أقولهم شنو العلاقة بالمخدرات أوكي دليل آخر على تأخرنا بتوقعنا أن الناس من نحبهم قد ماتوا ارتاحت مهتدى ارتاحت ايش سويت بالوالد العزيزة هسه العكس هسه العكس العكس شنو أنه أنا شنو بعد هسه خلينا بعد ما ندخل أحد لأن فقدت المحاضرة بعد ما راح يفهمون خطية أوكي العكس توقع العكس شلون انت طالع او انت طالعة اوكي ورايحين خارج المنزل في مكان ما وانت متعود مثلا الوالدة تبقى بالبيت وحدها الاب يروح للدوام الخوات للدوام الاخو انت طالع من البيت رايح وين ويا مهتدى المول بيها شيء ما بيها شيء شو هو يصرف علينا هاي فوقها أنا خابر أبوك أوكي وانت طلعت وقررت أنه تخابر على الوالدة ببالك فتشي ففتحت التليفون واتصلت بيها ماكو طرن طرن موتي هذه من التسعينات أوكي خلص فدي يدوب بالعشرة فتشرح تفكر أهو هاي أمي كالعادة التليفون مو يمها ملتهية ما أدري وين وعارفة التليفون صح؟ أتألو أدت هاي ما أدري إيش خبنا لها تليفون ما أدري ليش عبي لها رصيد ما تشيل التليفون أنا أحكي على أمي طبعاً ما تشيل التليفون هاي ما تشيل يعني أريد فد مرة هيجي رندرن ها مهتدى شلونك ها حبيبي تريد شيء ماكو مستحيل دق 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 التليفون وما حد شاله أوكي
عادي كملت بعدني ويا مهتدى قاعد نسولف بالمول نفر نرقهم هاي سوالف تعبانه بالدعس صارت لازم اخابر هسه امي لان راح اتاخر الثلاثة بالليل حتى لا يتكرر بيها الموقف اللي صار ذاك اليوم وهذه فخلي اخابر اطمن دقيت بالدعس طلع مغلق ليش تليفونها مغلق امي دائما ما عندها شحن صح لان انا اخذ الشاحنه مالتها بس يعني بالعشرة لقيت مش شالتها اكيد اكو عصابه دخلت على امي البيت وقتلتها كم مره اقولها لا تفتحين باب البيت من يدقون من تكونين وحدش الصبح 100 مره هاي قلبها طيب خاله ممكن قرصه حق خبز تطلع تطلعهم خاله ممكن ربع دينار وتعطيهم ربع دينار صح ماشي كوزات لأن متعودين أمهاتنا لازم قالوا طيب ويساعدوا الناس 100 مرة قلت لها لا تفتحي الباب هاي أكيد صار بيها فتشي أكيد صار أكو فتشي على أمي كم واحد نفكر بالموضوع متصل بأهله وبال باله من مشارين تليفون يعطيني إشارة حلو قريبا الأغلبية أنه ما مشارت زين ليش أمي صار بيها ليش ما أكو شيء أكيد خاف الزحلقة بنفس الصابون اللي عايفة بالحمام قبل 3 أيام والزحلقة على نفس الشاور اللي كنت زين ايش عجب هي متعودة انه تشيل التليفون اكو فد مشكلة بالموضوع زين اخابر منو عندي بالبيت خلي اخابر منو عندي بالبيت ها اختي زهورة مثلا بالبيت خلي اخابرها بلكي هاي ادق عليها ويطلع يرجع يعاد المحاولة في وقت لاحق هاي خلص هاي خلص انتهى هاي خلص امي راحت شباب شلون اشعر برياني راح يسوي دوامة بعد امي كل صوت مهتدى لو ما رايحين للمول هو اشرف شفت كم واحد مفكر هيك صح اخر شيء حتى انطيكم هيك ادله دامغه وقاطعه على انه الانسان يفكر بشيء اسود لا انت طالع ولا الوالده طالعه ولا الوالده تاخذ حمام ولا هي نايمة ولا أنت تأرجل ولا كل شيء أنت بالبيت وهي في البيت أنت في المنزل وهي في المنزل وقاعد أنت ده تسوي شات ويا منو ويا منو لا ويا منو عافية علي قاعد أسوي شات أقول لك شفت آخر حلقة مع دكتور زيد إخريط يا معوين انطيت هسه أنا أعرف شو أعلق له ها ترى ينطيك بلوك دير بالك هذا ما يتفاهم راسا ينطي بلوكات يلا وفجأة تحس عادة من تبهين من نقعد احنا بالبيت يعني معطلين ما عدنا شيء الوالدة تتفنن بالأصوات يعني وتمزح والدردم هاني الله جابني من وراء ابوكم بس انا الضف ما حد يساعدني ما حد ما ادري شنو ليش انتو هالشكل ليش انتو هاي عادي خصوصا من نريد ننام الجمعة ليش هالشكل وهاي انت طبعا تريد تنام عادة هيك يعني عاد يوم لا تنظفين الجمعة بدنا نام يوم الله يخليك اي حبيبي بس قوم يلا شاف يلا وانتم ما حد يساعدني وما ادري شنو خصوصا البنات وانت مالو وانا بوحدي وملتهيه بالفيس و24 ساعه قاعده على الفيس وخبصينا بفلان ويلا تعال والله خذني وخلصني وما ادري شنو ومرات يبا لا هي طلع ابو بريص فزت امك لك مهتدى قومك لا ابو بريص طلع هذا الروتين يعني هذا النورمال مالتهم لكن في يوم من الايام قاعد هم تسوي شات ويا برافو واكو صمت نبع الحنان ما تصدر اي ضوضاء ولا اي صوت قاعد تخيل بس تخيل المشي تغمض عينك ثانيتين وتخيل انت قاعد بغرفتك تسوي شات ويا مهتدى مثلا للولد والبنات ويا صديقاتين اكيد مو مهتدى وقاعد تسوي التشات واكتشفت انه اكو صمت غريب بالبيت انت ما متعود انه اكو هيك صمت بالبيت طيب ليش اكو صمت فيش اخذ ثانيتين خلي اسمع المكناسه ماكو
صرصر يطلع منها، حشرة ماكو، زين تلفزيون ماكو، ليش؟ ليش ساكتة؟ 25 خصوصا في الابنية شو تقول؟ أمي بها شيء؟ فكم واحد عايب الفيس خصوصا البنات وطالعة إذا تريد تتأكد يوم فهي تقول ها؟ طمنا ماكو شيء، صح؟ أوكي لا ما عجبتني الصح، صح؟ لا سمعوا غير جامعات أنا جاي بس لكم، صح؟ صح ما مقتنع، راح أصور سيلفي راح أصور سيلفي وأنشره، وإذا بنطيتوني صح بعد ما أجي هنا أبد، يلا أول شيء راح أفاجئهم يعرفون عبالهم ماني قاعد بوحدي أنا راح أندار بس أقول صح، أنت شو تقولون؟ صح، أوكي؟ بس فشلوهم، أنا زي بالفيس فشلوهم كم واحد منطي لايك صفحتي بالفيس؟ البقية صباح الورد والياسمين، أنا الآن ويا أحلى طلبة كلية إدارة واقتصاد في جامعة المستنصرية، أروع وأجمل ناس، والدليل صح؟ دي يفوتكم مش دي يصير أوكي اللي يسمح لي انشره يسمح لي واللي ما يسمح لي يطلع برا المي مالي وينه اوكي يا انا خلصت حتى ما اطول عليكم ليش ريبان اللي بعدك خلص هاي وين ريبان اصلا هلا حبيبي ما حكيت عليك ابدا اوكي نرجع لموضوعنا موضوعنا يقول فاني قاعده انا قاعده ببيض وامي ماكو اليوم صوت لا مو ناسه ولا شيء فأبدي أطلع وأتأكد أشوف أمي أكو هم ماكو صوت فشو أسوي يوم مسويها أي فيه طبعاً لا هيش بس أطمن عليه مو صوتكم صوت أبوكم صوت أبا ما طلع لسه عليه من البيت ولا ما عمل هذا طف لأول مرة راح يعجبني الدردة مالتها لأن هي حية هي مو صوت شو تحس عليه أنا بعد ما جاز ماش من زر بس يمشي اي مهتدى انا على ابوك لا اوكي ادل اني اسف جدا انت فقط يعني حبيت انه اختارك كبش محرق هاليوم اعتذر جدا مهتدى وقاعد بعيدها مزين اوكي اللي تكلمت به هي امثله من حياتنا ما تفلسفت بيكم على الاقل لا واعي في ميتافيزيقية ما بعد الطبيعه الارجوازيه كش ما ارتي مال الكلام امثله حيه من حياتنا اليوميه كل انسان مر بها سابقا او يمر بها حاليا مع من يحب هذا مو شيء بيدك يعني كل البشريه تفعل هكذا مع الناس اللي تحبها لان احنا موضوعه فينا ميكانيكيه السرفايفل او البقاء وضع فينا توقع الأسوأ حتى نكون حذرين حتى يكون عندنا ردود افعال حتى نقدر ننقذ أنفسنا والآخرين ومن نحب يعني مثلا ابنك دا يعبر الشارع ابنك دا يعبر الشارع وجاية سيارة إذا أنت كلش بس متفائل أوه شو حلو هسين دعم ويروح بحد المستشفيات ويعالجوا ويطيب ونطلع كلتنا ونتذكر هاي أكيد لا راح تركض على ابنه وتركض عليه حتى تشيل لابنك هذه الميكانيكية توقع يعني هو ماكو سيارة أصلا لكن ما أن يعبر الشارع أني أتوقع قد يحدث إلى الأسوأ وهذا صح وهذا ضروري لأن ممكن يؤذي نفسه أو مثلا ابني طلع دي يلعب برا بالحديقة أو أني سامع بالمنطقة أكو ناس يبقون أطفال جربوا لكم على أطفالكم حاليا فاني على راسي اشتغل راح تجي عصابه تقلب من السياج وتبق ابني ويبيعون اعضاءه او تشتغل بالترافيك لايت ورا 5 سنين اشوف بالترافيك لايت يمد ايده اقول له انت ابني وما يصدقاني امه وانا احضنه مش عادي يصير عندنا هالخيالات المريضه كلنا بالمناسبه يعني اللي عندهم اولاد هسه راح اصير عندكم اولاد وتعرفون واتس اوكي ليش لحمايه انفسنا ومن محب واني اشجع هذا الشيء المشكله شنو العلاقه بالمخدر عاده ما يولد عنده مشاعر سلبيه ومن نمر بمشاكل كثيرة مثلاً إحباط فشل دراسي فشل عاطفي بوري انضربنا بوري عاطفي أو رومانسي اللي تبع على ريفان أو مشكلة مادية أو الأب والأم في حالة عراك دائم وطلاق يعني جو أسري غير صالح
كثير مشاكل نمر بيها في حياتنا، دماغنا دائما يتوقع الأسوأ، أبوي وأمي راح يطلقون، ماديا ما راح يصير براسي خير، دراسيا فشلت معناته ما راح أنجح طول حياتي لأني ما أخذت شهادة، أو لأني رسبت بهذا الكورس، أو لأني رسبت بهاي السنة، ما راح يصير براسي خير، ما راح يرفع راسي، ما راح كذا، ما راح كذا، ما حد يرضى بي، ما حد يحبني، ما راح نتوقع الأسوأ إيش؟ من كل الظروف اللي تواجهنا، فهذا يولد عندي ألم ون ألم نفسي، ألم أي فشل، أي إحباط نفسي، دراسي، عائلي، مادي، مهني، عاطفي، روحي، مهما كان، إدمان عادة معينة، تدخين، أمور سلبية، إباحية أو مشاكل، لأنه دماغنا يتوقع الأسوأ، دائما يتوقع من تمر بمشكلة أنه سيحصل لك الأسوأ، فبالتالي تملي بمشاكل نفسية، تملي بألم، تملي بوجع نفسي. هذا الألم يحتاج يتسكن، تأخذ له مسكن حتى يخف الألم، حالة حال وجع السن ووجع الرأس، فنحتاج نأخذ مسكن لهذا الوجع. بعض الناس تدمن التدخين، البعض يدمن الإباحية، البعض العلاقات العاطفية، البعض يبحث عن مهدئات خصوصا بالخارج، البعض يبحث عن كحوليات، والبعض يقعد ينزف ويسكت ويبلع الوجع والألم ماله ويطلع بصيرة هاش هالبشعة، هاش هالربطة هاي، هاش هالحباية طلع بوجهي، هاش شعرك خفيف، شو القرع، شو الكرش هذا، شو البلد هذا، شو الوزارة هاي، شو الحياة، شو الحصيات، طلع برا، وعاش في جو من السلبية غير عادي. والبعض يصل إلى حد هاي مخدرات صح؟ مخاف صورتي أكي. إلى المخدرات. سابقا كان العراق شبي معبر، وهسه حاليا احنا مستهلكين للمخدرات، لان المخدر نوع من انواع تسكين الالم، صدقوني مو جسدي، الالم النفسي الذي نمر فيه في حياتنا. راح اختم بعباره سوري. طيب يعني هسه احنا دماغنا يتوقع الأسوأ، وكل انسان من عندنا يمر بتجارب سلبيه، ماكو انسان ما يمر، كم واحد يجي حياته كلش حلوه وحبابه وورديه وتخبل وتجنن، كلتنا عندنا مشاكل وارهاصات وأوجاع وآلام في هاي دكتورة خطية اللي هسه شفناها هنا، كل إنسان عنده مشاكل في حياته، لذلك كلتنا عندنا ألم وكلتنا نريد نسكن الألم، لأن يعني الألم مزعج. كم واحد سنه وارم ومنفوخ بيحل يشوف حلقة من حلقاتي، كم واحد سنه وارم ومنفوخ وهذا وبيحل يساعد أمه بالبيت، ما حد، الألم مزعج، الألم مربك، والألم النفسي أقوى من الألم الجسدي، فبالتالي كيف أسكن؟ ها ودماغنا ما يساعدني، يعني ما يقول يلا حبيبي راح تنتهي المشكلة، ضربتك بوري يا مهتدى، عادي غلطتك بلوك، تشوف غيرها ترتبط، لا أعلى شيء يقول له هي الحياة لك مهتدى، انت انتهيت مهتدى، آه هي او لا، بس تشوف ذول البنات اجعلهم في عينك أعلى، لا بس هي مهتدى خلاص، انت لن مهتدى، موت احسن لك، موت موت موت، هيش دماغنا يتوقع الأسوأ مثل ما شرحنا بالبداية، فيتوقع من اني اسف مهتدى، احمر مهتدى طبعا شباب، لو انا اطلع لو مهتدى ما نبقى اثنين بالمسرح، اوكي، فدماغنا يتوقع الأسوأ، فدماغنا شو يصير، فيتوقع من التجربه الأسوأ، ما يقول لك باكر احسن، شوف لك فيديو براسه خير، طور حياتك، اقرا، اجتهد، لا تيأس، انا خو ما اثر عليكم، لا ها اوكي، انجح، افرح، انطلق، ما يقول لك، ما يساعدك، فعليك انت ان تساعد نفسك ودماغك. لكل انسان وشاب وشابه يعاني من الم جسدي او الم نفسي او مهما كان احباطك، انا ما اعرفه، انت تعرفه احسن مني، بس انا حاس ودا اقرا بعيونكم، عليك ان تتجه الى شيء صح لتسكين الالم اللي هو وصلون ناجحين في الحياه. اذا وضعت امامك هدف، اذا وضعت امامك شغف، اذا خليت امامك طموح انه انت تصير انسان مهم، انسان اختار الله ان يكون مؤثر في هاي الحياه، انه تجعل حياتك وحياه اللي حولك افضل، اذا عشت في هذا الحلم ان تقدم رساله حيه للناس وطورته، تقرا دروس وتقرا دورات، تدخل دورات وتقرا كتب وتطور وتنمي، وكل يوم تصير انت انسان افضل، انت راح تصير خالي من الألم، لأن من يون عليك الألم، أنا راح شايفين كثير ناس مثلا من يفشل فشل دراسي، معظم ملياردرية العالم هم ما عندهم كان فشل دراسي، يعني ما كملوا مارك وغيرهم وغيرهم وغيرهم، مو لأن هو كان فاشل، لأن نجح في شيء آخر، حط صلب عينه أنه أنا أصل
إلى هدفي. كل شخص هسه موجود بيكم، أنزل واحد واحد أغسل أقدامه، لأن أنتوا مهمين، لأن أنتوا رسالة حية من الله في هاي الأرض. أنتوا مو شعر وجلد وأظافر وهذه، لا آسف، أنتوا شيء نفس عظيمة ثمينة، الله هيك نفخ فيها من روحه وضعها في هذا الجسد، هذا الهيكل، هاي الأمانة اللي تعيشون بيها حتى نسلمها فيما بعد، حتى هاي المكان اللي احنا عايشين بيه نغيره نطوره، نجعل منه أفضل، نجعل منه أحسن. كل واحد ميزته وموهبته وطاقته وروحه، كل واحد بيكم مهم. ثقوا، مو كلام تشجيع، دا أتكلم أو إيجابية فارغة، كل واحد بيكم هسه موجود مهم وإله دور ومؤثر وقادر أن يصنع شيء. إذا هذا خليته أمامك، شلون هاي نهاية المدرج وأني أريد أوصل له، وهذا شغفي، وعلى أساس أنه أبدأ بحيث أفيد الناس، ما راح احتاج الى هاي الاشياء السخيفه الساذجه الرخيصه، المخدرات او اي ادمان اخر في الحياه. عرفت مهتدى؟ تعرف الارجيله حبيبي؟ اذا عليك ان تسكن المك بما هو صح. ولا بحيفا يقول لك لا الحلم يتعب والظروف والحياه والمستقبل والعراق سخيف والجو حار وكليتك ما ادري شنو والستاف شاد وياك وكرشك وبطنك، انت شو تقول له؟ انا دكتور سيف فهمني، انت دائما تتوقع الأسوأ. اوكي خليك على قد امي ماتت ابويا مات، اوكي بس اني سوري اني مكمل طريق النجاح. احبكم هوايه. اسوي ثانك يو، اخليكم اروح باي باي. لا العفو، شكرا. لا لا مكانك، ارجوك ارجوك. ابد ابد ارجع الحين، استنى استنى استنى. نعم اي هسه تدلع صباح الورد، بس صار لك ساعه قاعد على السيلفي. جبانه اخذه بس اريدك تقول هاي اللي فاطمه، يعني لا مستحيل. يا معود يجيني ابوها يبسطني الفاطمه صوره بس. لا لا واحد اثنين. شكرا جزيلا للدكتور سيف جنان على هذه المحاضره القيمه.